هي صورة لجمجمة الإنسان القديم الذي تم اكتشافه بجبل إيغود. أنا كنقول لهاد الناس أن المغرب وجد الدنيا. وقد تم تحديد تاريخ هذه اللقا بحوالي 300,000 سنة قبل الحاضر. المغرب منطقة في العالم اللي كتعطي أقدم وجود للإنسان العاقل. مصر أم الدنيا، دابا ملي لقينا هاد الجمجمة يعني المغرب أبوها. حنا ديما عندنا تاريخ ماشي غير هضرة في الريح، فهمتيني؟ كما قال الشاب بلال. سيداتي سادتي آنساتي سادتي، مرحبا بكم معنا. هذه واحد 300,000 سنة بالضبط كانوا واحد الوالدين، هذا أبو البشرية، هذه أم البشرية، ودواء على بشر. هذه العائلة زيرو، ونيت زيرو، الشانتيو، الماكيت الأولى في التاريخ البشري. نخليكم تكتشفوا الحكاية ديالو. مزيان اللي جيت يا مومو، قول لي شكون اللي زوينه، هادي ولا هادي؟ شحال من مره مومو كنقول لك هادشي ما كيلعبوش به الرجال، ما كيلعبوش. ثم هاد الرجال المساكن ما عندهم الحق يديروا حتى حاجه. انا فين ما كنصوب شي حاجه فاشن كتعرف لي عليها. دابا بغيت نعرف انا شنو هما هادشي، شنو هما ما فهمتوش يا مومو. هادي لقيتها نايضه هنايا، ويلاه كنفكر اشنو غنسميها. نسميها فرده. لا جرده. لا قرده. ما بيناش عليها. نسميها ورده. تلس تسميها عفطه. قال لك ورده. سير سير اش كتعرف انت، راك واحد عديم الاحساس. انت ديما معدي عليا، والله حتى غنقولها لماما. يلا شحال من مره كنقول لك ما تقولش ماما، ما تقولش ماما، قول امي. عليها كبر الحليب ديال المعاز. انت باش كنتي كابر يلاه، اش كنتي كتشرب؟ كنت كتعطيني بلاله والحليب ديال العتروس. بلاله عرفناها كتطب في الخلا، الحليب ديال العتروس كيفاش القضية؟ ياك العتروس حيوان، كل حيوان حيوان، بحال المعزة بحال العتروس. ولا العتروس عنده الحليب. ودابا بغيت نقول لك واش العتروس فيه الحليب، عطيني هادي نديرها ونقول لك شنو. صحيت هادي داك. وملي ترجل عجي عندي. راجل عليك. بنادم ما تعرفوه كيرتاح كتصنط العظام، وانت لاش كتخوت؟ انا عداك لاش كتخوت؟ مومو في مومو مومو راه غتلقاي مع مومو، عارفه ما دوك الجوج راه ما كيتفرقوش هذوك الجوج. وا مومو وا قولي لي يا مومو، هذيك بعدا راه فيها النفس، هذيك غتلقاها حزات حوايجها وزادت فحالها، ماشي بحال الاخرين لاصقين فينا بحال الكراد. اشوف مومو، ولادي غيبقاو حدايا ما عندهم فين يمشيو. مومو ما تصنطي ليها مومو. وشتي دابا هي مرا ولا دجاجه تابعينها في لالسه؟ ها؟ انا كنعرف بنادم بحال الحيوان، ملي كيتزاد كيضرب عامين كيتفطم كيولي مسؤول على راسو، ما كيبقاش تابع والدي، كل يعوم بحرو. ودابا اش بغيتي عندي؟ خليني نتسنط عطا ما يعطيني اتساع. كشتيني لاصقه فيك. سرينا ما كون خليت هذيك العقرب كل واتها معاك ونتهنيت منك. اش قلتي؟ ما قلت والو. اش قلت؟ قلت لك سيري وحدي راسك، راه تخرج لك عقرب والله ما نفكك منه. ولا انت تقد والحنين بعدي مني والزوين ودوقة ولي سكوت كنت حشم وموكا موكا يا ولي سكوت راه يسمعني شي واحد واتجنق اتجنق وخوتي واتجنق عندك الحبيبة راه غنحيد عليك القرون حيدهم عليك انا تسمعي لي اجي مشينا وياك بلاد الجلافط ونسمحهم في هذه الموات اللي عندنا تما راه قال لي شي ديناصورات راه عارفين يلعش بيوق نصيدهم ليك ونقددوه نعيشو بيها عامين غير انا وياه ما كيديوهاش بنادم هذوك الديناصورات يا علاش كون غيصيد لك الديناصورات وسير الرطب سير ما تقوليش لي رطب نرد نحكك من هنا نبدل لك الجلد نحيد لك الحنك ديالك قال لك رطب نحرش انا ماشي رطب
أنا حرش. هكذا صاح أبو البشرية في وجه أم البشرية لكي يثبت أنه كين. أنا زهر عندي نفيق بالفروج والناس بعد موك سدي ونحطب ونوجد الماكلة ونقلي وسخو وسخت الريكتو كوها تزوجت ولد عمي مومو قلنالي كور دابا عندي الخدامات مالو خايبان خايبو وكسايور كير عدو الزغب كل مونطي راه غيزيدو يجهلوني غنهجنتي ما يعرفوني فين مشيت لاباك يا أموي فيك تيتا مسموح مانا كنقلب عليك تما وقف الشجرة وهادشي اللي وقع ليا ابنتي فوق الشجرة مالها مش فيها انت راه خاصك تعاونيني ماشي تعلقي في الشجر بحال القرود ما تنعاونش نعاون تبو من الفوق بقاد براسو وانتي ما تقوليش حدا راه بغي يعجبو حال شو مش فيها ياك خوتي نهار ما طاو ما تيتعاونو معاه لا خوتك رجال كيفاش رجال بحال بواك وانا مراه بحال امك سمح لي امي توزي عند والو انا راه ما عاجبانيش انت انا ما غنولي راجل ويلي يا ويلي وحدي على البنت واش انت فروحتي علاش امي خوتي تديروا شي حاجه نهار كامل امي مجبدي مداب لينا نحكموا الماتشات ولكن حاجه وحده اللي غادي تجيني شويه صعيبه 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 بزاف رجوله صعيبه هكا نبغيك بنيتي ديري عقلك انا بي مستاشم سامع شنو والله تلحق فرطه مومو نعم مومو وما كراش انا وياك نبقاو بحال هكا ما نتحركوش وانت راه من شحال هادي عزيز عليك ما دير والو وماشي بالصح وانا عزيز عليا نبقى بحال هكا ايوا داكشي اللي قلت لك ما دير والو ونكلخ ما دير والو هي اصلا تدير شي حاجه اللي هي والو وانا بغيت نبقى بحال هكا مومو فهمتيني فهمتيني ياه عرفتيها بوحدك مومو شتي انت دماغ ومشعكك وانا كون جيت من بعد وراك كون وصلت انايا عرفتيش غدير يا مومو خليك هنايا ما تمشيش حيت ما غتعرفش ترجع ياك شنو هي هادي اللي شاد في يديك دابا ما عرفتش هادي ماشي بحال ديك المخينزه اللي مول فين كناخذو هادي مخينزه هادي واش بغيتيها تكون مخينزه راه خاصها تكون مخينزه حيت ريحتها في الشكل هادي خاصك تسمي هذيك السميه باش تحس بيها وتقر فيك وطلع راه بان ليا مومو مشيتي بعيد كيبان ليا وهاد بعيده مومو كيبان ليا فيه بات مومو ولكن بلي مقلوب ودابا تخيل ما يكون جبه وانا ريكم مشينا فيها لا ربكم ان شاء الله يلقاكم في النوب قاعد من هنا اش كديروا انا تريك مومو با بابا با. قول با مره واحده بغيت نسمع با امك تخرج ماشي بابا انا قلت لك با قارتيني شمتيني ترجع شويه وترجع شويه صاحبي وكون حرش ترجع شويه اصحى عليا واعطوني تسع بجوج بسويت واش عيب هاد الله بغيتوني تبعكم بالحجر على المصاخي وابعدوا من عيب هاد الله بعدوا مني الحال وا بلاد زلافط واخرت اخرنا شهدوا على هاد المصاخي طايدوا عيب هاد الله وابعدوا مني قالك بابا امي بشويه تضريني انا غاب شويه انا ما عرفتش هاد الخمال اش كيدير في شعرك انا خفت غتخرج ليا شي مصيبه تعضني زعما انت راكي بنت غير مومو نقي عليك مومو راجل امي معلوم راجل وما كندويش على مومو الكبير كندوي على الصغيره امي اي حسوب عليهم وباش عرفتيها انا اللي ولدتو ولدتيني كاملين انت ايه ولدتكم كاملين وكي ولدتينا كالبقره ولا كالدجاجه تكوني تسكتي وتكوني تحشمي امي ما قلتيش لي غيجيب باغي نسولو يلاه حربوش امي تضريني حربوش تسولي باك انا نقول لك ولدتكم ولدت البقره شتو ما امي تتوجعوا تتولدونا عاد مازال تنقروا عليكم من الفوق يا سلافي امي عافاك لما شوفك ديري انا بغيت نولي راجل واش تهبيله شوفي العيالات كيف فشات وجالسات والرجال كيخدموا عليهم والشوار شوارهم وعلاش امي ديما تتشكي من با ونشقى يلاه راجلي شغلك نطبوحط عليه تي مالك والهبيله
راه مزيان نقول عليه باش ما يتصرش ويبقى يدمر على برا، وما باش فايتينا كاع والرجله. الرجله راه هنا. على رجا ماشي موسطاي مباشرة معكم من قرطة حنا ومولاي بعيد، حيث كان الإنسان من أكل التنين والقديد. قبل اكتشاف الرويضة وساروت العشرة والحديد، كان أبو البشرية يحاول أن يصطاد هز عظم ورا ظهره مع جوج الأولاد. اكتشفوا القصة. شتي دابا التنين صغير هذا، هذا راه يضرب لينا عامين ديال الماكلة. إلا قددنا راه يضرب لينا طرف سنين. وشوفوا الصيدة كي غتكون، ولكن بالحس شوية شوية. الله 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 الله. أشتي 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 بابا راه ما نقدرش نصبر، الناموس كلا ليا لحمي، الناموس كلا ليا لحمي. واش تترجل شوية عباد الله، ترجل شوية ترجل، وتترجل واش ديما مشوهني فاضحني ديما. ها هدوي بابا، انت ديما كتقطع فيا بحال هكا وكتهبط ليا المعنويات. شنو هما؟ اش كنهبط ليه؟ ما عرفتش هبا. اش درت ليك؟ عقول لي اش درت ليك؟ انت كي درتي تولدتي ليا، وكي درتي توليتي مني عباد الله، عطيتي سبعة مني. با ما تعصبش ما تعصبش هبا. تا سير قلبوك، راه عرفت مو غير فيه الضحك وصافي هبا. والضحك هو اللي دايرين في راسكم بجوج. واش نتوما كيشحوفه بحال هكا قدكم قداش وباقي لاصقين فيا؟ وديروا بحال الحيوان ملي كيولدوا كيولد ضربوا مع ولادو مع عامين، كيتفطموا كيزيدوا مع الطريق واحد. اش بغيتوا عدي؟ ولدتكم وكلتكم شربتكم، اش بغيتوا عدي؟ عدلوا تيجا وبعد ما الناس يبعد مني. بابا انت راك ما فاهم والو، بابا راك ما فاهم حتى شي حاجه. ياك السي حنا خاصنا نبقاو مجموعين ونبقاو ملمومين ونحاميو على بعضياتنا ونتحاموا على بعضياتنا ونعيشوا في سعاده في الطبيعه اللي هي امنا واختنا وخالتنا ومرضعانا وحاضنانا ومعنقانا. شي بابا الطبيعه هادي كون كانت كدويكم. بابا ماما انت خليتوني بوحدي. لا لا خليك مع داك الطبيعه اللي مرضعك، تفطر ترجل ولحق عليا. انا راه ما فاهمه والو، واش مولي ولدتك با ولا بالي ولا دمي؟ ولكن راه رجعي ما تيولدوش. تصور اختي خلعتيني يا مومو. انت مالك تالف؟ مالك هربانه؟ انا طاجه. علاش طاجه؟ ملي غادنيش نولي راجل. مالك تصطيتي بغيتي تولي راجل؟ تبقى ريحتك خايبه وكتاكلي بيدك بجوج وكتقتلي بحيوانات مساكن وما عندكش عقل تشكي ولا تبكي، وقلبك خاصو يكون حرج يكون قاصح. شوف اش كنشوف. ياه اول مره كنشوف بحال هذا المخلوق، زعما يكون تا هو مو بحالنا. شحال زوين هذا الفاشن اللي عنده. تجمع راسك استي وترجل. حنيني تيهضر. والله الا كيهضر نربيوه. نربيوه يا مون امور يا عمري مون امور فرقه مون امور تبغيها بلا سكر ويا البيضاء. كانوا خمسة نسامة ودابا تزادت عليهم حصيرة. فاصل ونواصل وتهلاو في المفاصل، وإلى حلقة جديدة من مغامرات عائلة زيرو.